الأضواء رفافة. أتوقف. للسير إلى الأمام يجب علي التوقف. في هذه الوضعية يمكنني المجاوزة. لا، على الطريق السيارة يجب وضع مثلث العطب على مسافة 100 متر. هذا الرسم على طول الرصيف يمنع الوقوف. يمكنني في هذا المفترق السير إلى الأمام أو الانعطاف إلى اليمين. في هذا المفترق أمر قبل السيارة. في هذه الحالة ينخفض الحد الأقصى للسرعة ب 20 كم/ساعة. للاقتصاد في الطاقة يجب بصفة منتظمة إبدال شمعات الاشتعال. بداية من هذه العلامة يمكنني مجاوزة كل العربات. عند وقوع حادث يمكنني إعلام الإسعاف الطبي الاستعجالي عن طريق الرقم 190. في هذه الوضعية عند السير بدون إنارة أرتكب مخالفة. نعم، وضعيتي صحيحة للسير إلى الأمام. مسافة التوقف مرتبطة أساسا بسرعة العربة. في هذا المكان يمنع الوقوف والتوقف. قبل مجاوزتي يجب على السائق العربة التي تتبعني استعمال أضواء المقاطعة. في هذه الوضعية أترقب مرور السيارة القادمة في الاتجاه المعاكس. يمنع الرجوع على الأعقاب في نهج ذو اتجاه واحد. يجب القيام بالضغط اليدوي على مكان الإصابة لمدة دقائق. عند مواصلة السير إلى الأمام يجب فسح المجال إلى السيارتين. هذه العلامة تعني حاشية خطيرة. يمكنني المجاوزة. لا، السير بأطواق مطاطية متآكلة عند نزول المطر تزيد في خطر انزلاق العربة. نعم، عند السير في الاتجاه المعاكس للجولان في الطرقات السيارة أتعرض للسجن لمدة أقصاها 6 أشهر. للخروج من مكان الوقوف أنتظر شغور الطريق. تؤثر عجلة مطاطية على توازن العربة على الطريق واستهلاك الوقود. عند الدوران إلى اليسار أمر في المرتبة الأخيرة.
يتعرض السائق الذي لا يحترم هذه الإشارة الضوئية إلى خطية مالية وعقوبة بالسجن أو إحداهما. للتواغل في هذا المنعرج وخفض في السرعة وانحاز إلى اليمين. الملصقة تبين أن حمولة العربة تشكل خطر انفجار.